مش عارف ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي، لا كون جرى لها حاجه. كان المفروض ما تسيبهاش تنزل لوحديها. وانت ازاي يا باشا تدي الباسبورتات بتاعتنا لواحده ما تعرفهاش غير من يومين؟ تقصد ايه يا ابراهيم؟ اقصد اللي اقصده بقى. عيب يا ابراهيم، اتكلم كويس وخليك محترم. هو ايه العيب يا باشا؟ انا مش عارف انت مديها الامان قوي كده ليه؟ اقطع دراعي من هنا، ادمكات جاسوسه ومدسوسه علينا. اسكت يا ابراهيم. يا باشا اسمع بس مني، دي زمانها دلوقتي بتبلغ علينا وبتقبض الثمن. بقول لك اسكت يا ابراهيم. مش هتيجي، والله العظيم ما هتيجي. طب تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكاننا في سوريا؟ تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكان مكتب ابو القاسم؟ احنا نفسنا ما كناش عارفين ان احنا هنروح هناك. يا باشا دي بتبلغ عننا، دي جاسوسه. اسكت يا ابراهيم بقول لك اسكت. ايوه عشان كده، عشان كده يا كبير هي ما خلتش حد من عند ابو القاسم يوصلها. ما هي واخده الطريق ياسا وعارفاها. الولايه دي من ساعه ما هبقت علينا وانا شاكك فيها. وانا كمان شاكك فيها من الاول، دي جاسوسه، والله جاسوسه. اسكت يا ابراهيم. ناجي راح فين؟ ناجي كنت فين يا كاميليا؟ أنا آسفة يا ناجي، أنا عارفة إن أنا قلقتكوا عليا بس والله ما هو ذنبي. الأخ باسبوره كان منتهي، اضطريت أروح للسفارة المصرية علشان أعمل وثيقة سفر جديدة. لولا علاقتي القوية مع السفير والله ما كانوا هيعرفوا يطلعوا له باسبور ولا يعملوا له أي حاجة ويسافر معانا. اتفضل. ورحمة أبوي، أنا لسه بقول لهم إن مدام كاميليا دي مفيش زيها، أصل حصل شوية كلام ولغط كده بس أنا وقفت لها. وطى على إيدي مدام كاميليا بوسها. ايه؟ اصلا بتفكرني بخالتي الله يرحمها. لا حول ولا قوة الا بالله. للاسف يا جماعة ما رح تقدروا تسافروا اليوم. ليه يا ابو القاسم؟ ليه يا استاذ ناجي؟ الوضع صعب جدا بالمطار هون. صعب ليه؟ باسبورتاتنا معانا وتذاكر الطيارة قاطعين. ايه اللي هيقعدنا؟ وديك شفت ايه اللي حصل لنا هنا؟ عم بيقولوا ان وزاره الخارجيه الامريكيه جايه على بغداد والجيش الامريكي حاطط ايده على المطار. بهيك ظرف امني متشدد مستحيل تقدروا تطلعوا الشنط اللي معكم. بعدين الرجال هون عم ينصحونا بانه نتاخر شي يومين ثلاثه. يومين ثلاثه هنا بغداد؟ للاسف هيك ظرفنا يا استاذ. على كل حال مو مشكله، يعني منه فرصه هون ترتاحوا وتشرفونا، فرصه ثانيه بانه هيك تشوفوا بغداد. وحنبات فين انا والعيال دي بالشنط دي كلها؟ انت ارتاح يا استاذ ناجي واترك كل شيء علي، انا جاهز. في اوتيل هنا؟ انا باوتيل ما بنصحكم ابدا، نحن هون ببغداد مش بالشام. وبعدين انا عندي شقه كثير ممتازه، راح تعجبكم ترتاحوا فيها. نمشي هلا؟ ناجي في ايه؟ في حاجه؟ لا ما فيش، اصل ابو القاسم الحقيقة عمل مستحيلات عشان يلاقي أماكن على الطيارة ما أعرفش. طب ما أكلم أنا بتوع اليونايتد نيشنز. لا يونايتد نيشنز إيه ده، هو يومين ثلاثة هنقعدهم يكون أبو القاسم حاجز لنا أماكن على الطيارة. هنقعد هنا؟ فين؟ أستاذ ناجي بعد إذنك بدنا نروح لعند صديق اسمه سعد عبد الله بالعظمية. مين سعد عبد الله؟ رجل صديق من أجمل رجال بغداد، هو أستاذ تاريخ، رجل محترم كان عايش عندنا بالشام، تعرفت عليه. هو لحالهم هلا هو ومرته فقط بالبيت، بيته الحمد لله كبير وواسع وعندهم أوض فاضية. أنا حكيت معه هو ناطرنا، أكيد رح يفرح فينا. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. أهلاً بأبو القاسم حبيب قلبي. أهلاً بيك. شو أخبارك؟ الحمد لله. أستاذ ناجي عطا الله. يا أهلاً وسهلاً. صديق المصري اللي حكيت لك عنه. يا أهلاً وسهلاً. أستاذ سعد. تفضلوا تفضلوا. شرف. تفضلوا أهلاً وسهلاً. تفضلوا. تفضل يا مدام. أهلاً وسهلاً. تفضلوا شباب.
استاذ ناجي عطا الله، رمز من رموز المقاومه ومن اشد المعجبين بفكره القوميه العربيه. الله يخليك ابو القاسم. حبيبي ست كاميليا زوجته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والشباب دول كلهم اولادكم ان شاء الله؟ اولادنا. اولادنا؟ لا لا لا، جبناهم امتى دول؟ زي اولادنا دول، اصلهم رمز من رموز الانتماء الرمزي، حينما يكون الرمز له مصداقيه معينه، وهذا يتبع ما سوف يكون بعد الرمز وما قبل الرمز ان شاء الله. عمي سعد. نعم. الشباب ضيوفنا وغالين علينا، الله يرضى عليك، ما بدي حدا على الاطلاق يعرف انه في حدا عندك هون بالبيت. ولا توصيني يا ابو القاسم، الله يخليك ولا توصيني. يلا يا شباب، يلا ولدي، يلا توجناتكم قبل على الغرف الفوق، غيروا ملابسكم، انتم ببيتكم ان شاء الله. وانا اقوم احضر العشاء. طب اجي اساعدك انا كمان. تفضل تعال. وانا جاي. تعال. يلا انا بستاذن لحظه. معلش يا استاذ سعد، عملنا لك دوشه يعني. ولا تقول هذا الكلام استاذ ناجي، انتوا ساعدتونا، انا وزوجتي بهذا البيت الطويل العريض، وحدنا، لا حد يزورنا ولا احنا نزور احد، انتوا راح تملون علينا البيت ان شاء الله. السلام عليكم. ارتاح ارتاح. اهلا عمي سعد. نعم. هلا جارك هذا قليل الاخلاق ستوري، بعده ساكن هون ولا راح؟ اخ يا ابو القاسم، ما زال جاري، كوم احجار ولا هجار. مين ستوري ده؟ يا سيدي هذا جاره للاستاذ سعد، واحد قليل ضمير ما بيخاف الله، لا اخلاق لا ضمير لا قيم لا مبادئ، مره مع الامريكان، مره مع القاعده، مرة مع الحكومة، مرة ضد الحكومة، مرة مع جيرانه، مرة ضد جيرانه. يا رجل عنده استعداد يبيع أمه وأبوه كرمال دينار، دينار. اسمه ستوري؟ أنا افتكرته أمريكاني. لا هو اسمه عبد الستار، بس من كان صغير أمه وأبوه دلعوه سموه ستوري. ستوري ستوري لما كبر وصار ستوري. وبيشتغل إيه ستوري ده؟ عنده سيارة شحن كبيرة، شي يصدر بيها ما نعرف، شي استورد بيها ما نعرف. على فكرة أستاذ ناجي، كل سيارات الشحن بالمنطقة تفجرت إلا سيارة ستور. هنا عدنا القنابل ما شاء الله تندل طريق هزين، عدنا حتى القنابل تترشي.